الزول في اللون ما يسمى الزول سيون، مرحبا بكم مره ثانيه. اليوم في لا دوزيام فيديو راح نتكلم معكم على القضيه اللي قلت لكم عليها تخص بالعنف ضد المراه اون جينيرال، وراح نزيدو نوضحوا اغتيال الشرطي هذا نتاع النابه لكل عائله نسابو، يعني كاملين ربعه من الناس، ام الزوجه نتاعو، الاب نتاعها، امها واخوها، يعني ربعه من الناس، ومنع الخامس باش يقتلو ولا بقات فرد رصاصه كان باش يقتلو، وقال له نقتلك ولا نقتل روحي. ومن بعد ولا كيصرى لك الضجيج هذاك ومنا ولا راح سلم روحو للشرطه. العنف ضد المراه يعني ما يروحش كيك، ما يروحش هكاك مادام لي زيكول نتاعنا بعد هما قاعدين يزونساني لا فيولونس. روحوا لي زيكول نتاعنا تلقاو هزوا تشوفوا لي ليفر تاع كيف اسمه التاريخ ونتاع منا تلقاوهم ونتاع التربيه الاسلاميه ونتاع منا تلقاهم معمر فيولونس، وهذا قتلوا وهذا ضربوا وهذه غزوه بدر وهذه غزوه ما نعرفوا شي هو، ولا خرج قال له كيفاش وما نعرفوا شي هو ضربوا تنحيلوا دماغه وهذه منا. سي نورمال حنا قاعدين نديروا في مجتمع نتاع العنف، وكما عندنا حنا سيتو انا الجيري كما قلت لكم حاسبين الناس اللي يروح يتزوج بامراه يحسبها تولي ملكه، تولي ملكه، ويبدا كما قال واحد يبداو يهضرك على الدين وربي قال وربي يفضل المراه على الراجل، وواحد الحكايات نتاع جحا حكايات حتى جحا ملي كنت بوش كيما هكا. دونك اذا نحبوا نحاربوا العنف لازمنا يفوتغي نروحوا من لا باز ونطلعوا باش نجمو نحاربوا العنف. لازم الاولاد كي يروحوا ليزيكول لازم نحيو عليهم هال كيف اسمهم هذا الليفر تاع نتاع اللي فيهم العنف وفيهم شو اسمه تاع التربيه الدينيه اللي ما عندها حتى معنى. هذا خرج التربيه الدينيه ومن بعد واش راح يخش اذا كثر يخرج الامام ولا واش هاك امام اسمي ومن بعد واش دير عندك الفتح تاع الجنه نتايا يعني كاين والو. الناس تروح تصلي كيما يديروا هاك تشوفوا كيما لي كريتيان والناس اللي بكري خلاص كانوا يتقاتلوا حتى هما كانوا لي كريتيان يقتلوا لي بروتستون لي بروتستون يقتلوا لي كاثوليك، ومن هنا ومن بعد لقاوها باللي فارغه تفرغ انه حبسوا كيما قال واحد اللي يحب يصلي يصلي اللي ما يحبش يصلي الله يسهل عليه، اللي يحب يتوب ربي يتوب اللي ما يحبش يتوب الله يسهل عليه ربي يذب راسه وياه وياه. حنايا عندنا الناس من العائلات يحبوا يكونوا كل اللي تهضر معاه يشبعك، حتى الناس اللي ما تصليش بعد تهضر معاه يجيب لك الدين، تلقاه ما يصلي ما يعرف الدين ما يعرف والو، انت تهضر معاه على الدين ويرجع لك علاش انت. دونك لازمنا اذا نحبوا نروحوا نحبسوا العنف في فوتي دابور اون كومونس بار لي زيكول، لازم نحيوا هذه العنف من لي زيكول. خلينا ملي روحوا تشوفوا قراوا تشوفوا شي تشوفوا لي ليفغ نتاع الاولاد مساكن كيما وعلوا بعد هذا من هنا والاخر قتل والاخر منا وغزوت هذيك والاخر شي نورمال، هذا هو العنف تعلموا في الناس في العنف ومن بعد تخرجوا فيهم ارهابيين ومن بعد تلحقوا في عقابهم قالها هم الارهابيين. شي نورمال شي نورمال. نرجعوا لهذا على حسب روايه نتاع اطار امراه اطار يعني في الدوله، على كل حال عندها هي التفاصيل تاع الجريمه هذه. السيد جاء نهار الجمعه من عنابه وجاء ديريكتومون لمسيله وين كاين العائله نتاع كيما قال واحد نسابو، وهي يعني الناس تأول فيها وما عرفوهاش وما عرفوش صرا ومن هذه كل اكاذيب. المشكله بسيطه خلاص قال لك الزوج هو والزوجه قبل ما الزوجه تجي غضبانه عند في بيتها في بيت باباها، هو السيد بعد اللي انتقب طلقها بالثلث، قالها راكي طلق بالثلث. وهذه حنا عندنا حنا واحد كي يطلق وحده بالثلث ايه لو كان قال لك لازم تشوف لازم تروح تتزوج، لازم المراه تروح تعاود تتزوج تدي واحد باش تولي هكا الساعه تنجم تولي راجلها. موش قال لي الراجل كان قلق ولا حاجه قال هكذا يا ما كانش مشكل ترجع لراجلها وخلاص. كي تطلق بالثلاثه ايه والله شوف يو نورمالمون واحد كي تفوت تروح تتزوج مع راجل اخر سي فيني ما عادش ترجع له خلاص. نو هما قال لك لا قال لك يقولوا الدين يقول لازم تروح لواحد اخر يا اخي يا اخي يا اخي انا والله ما دخل لي راسي. الوغ كي طلق كي قالت طلقها بثلاثه على كل حال هي جات البيت باباها من بعد حد هو الراجل مسكين ندم ولا جو سي با ولا كذا حب يرجع للمراه نتاعو.
وزعى باباها على حساب الروايه تاع هذا لا كاتر دو ليتا كي الحكاكي، باباها حومها مساكن قالوا لها بنتي الراجل ولا ندم، رجعي للبيت نتاعك. المرأة قالت لا انا ما رجعش، المرأة انا ما رجعش، فات طلقني ما نجيش نرجع له وفينا انا خلاص. تليفونات ترجع ما ترجعش ترجع ما ترجعش، حتى لا ديسيدي يجي. كي جا صباح ربي نهار الجمعة دخل ترتب بحال مازال ناس راكدين، خلى عليه نسيبو يشاف مع القايلة، كانت قايلة وكاين عرقان ومن هنا، قال له ادخل روح اغسل وجهك ساعة من الماء بارد ولا ادخل الدوش الدوش ساعة دوش ساعة ان شاء الله، وبعد كيفطروا كيفطروا طور المرأة وطور الآخر ونشوفوا كيف غنديروا. راح السيد على حساب الحكايه، السيد بوي الطفله راح باش يجيب يوجد القهوه ولا ما عرفتش، كي رجع لقى السيد جبد ديجا البيان نتاعو وقال سيبو عندك زوج دقائق باش تشاهد. انا ما فهمتش، انا حتى كي يحب واحد يقطع يقول واش يشاهد واش يشاهد واش يشاهد واش يشاهد واش يشاهد واش يشاهد كاش محضر الحاجه باش يشاهد السيد هذا واش يشاهد واش يشاهد. الوغ الاخر حسبو يقولوا الله اكبر، ما زال يتكلم حتى الاخر اعطاه كثير عليه. خرجت المراه مسكينه طارت من تجري من هي المراه، زاد شاف المراه اعطاها بليزوكو بليزوكو، زاد كمل على كل حال الباقي. هما اربعه من الناس اللي دخلهم، بقى طفل مسكين، بقى طفل اللي بات ما باتش في الدار، بات في عند الفامي، هو اللي منع هذا المكان، العائله كامله صفها. ومن بعد السيد بعد ولا هو راح يترطب على اخته، كانت اخته تدخل في مرات في المسيله، قال لها حلي حلي باش عيط لها ساعه في البورطابل، قال لها فوالا راني باش نعطيك الفتح تاع الطوموبيل وراني صفيت صفيت لهم الحساب نتاعهم. هي خافت ما حبش تحل الباب، ولا ادى المفاتح لواحد اخر عطاه المفاتح وراح قال لهم فوالا راني صفيت الحالها دوكا راح نسلم روحي، كنت باش نقتل روحي ما نجمتش نسلم روحو. هذه هي الحكايه، ما فيها لا كلنا كل خير الناس يعرفوا يأولوا كل واحد يها وكذا هاو منا هاو منا، هذه هي الحكايه خير وشي هو هذه سي باز اون سوربريز كيما قلت لكم، سي باز اون سوربريز. بوكوا باسكو العنف في الجزائر حتى كاين العنف اللفظي، واحد يروح يهضر مع واحد يهضر معاه بلا فيرونس، كاين ما زوج يقولوا واش بيه ما عرفوا شي هو شي الحكايه شي العنف بالهضره، حتى الهضره فيها العنف. الناس لي بي ديفلوبي عادوا حتى العنف اللفظي ما تسمعش، تروح للاداره من الادارات ما تسمعش حتى تسمع، لو كان تشوف اون ديري ما كان حتى واحد، هي معمره الاداره معمره ما تسمعش ذبانه تسمعها كيما هذا الدور. حنا راح نشوفوا دخلت اذا دخلت الحمام تلقى معمر بالعياطات، اذا واحد يتكلم مع واحده وصاحبه يتكلموا وياه ويتكلم معاه بفور وبالحس، هذه تعتبر الاغريسيون اغريسيون فيربال اغريسيون فيربال. وزيد بزيادها كما قلت لكم المراه، المراه مسكينه اللي تهضر معاه كل مراه حاطينها هي، واحد يقول المراه يا اخت الشيطان ويا وديك انت اللي شيطان، ديجا الشيطان ما نيزتو با، شكون هو الشيطان؟ لكن انت هو الشيطان، هو التخمان اللي كيفاش انتم خطره الشيطان عاقب عليكم ما قلتوا له صحيت ولا قال لكم صحيت ولا منك كيفاش انتم، هذه كلها خرافات ما كانوا فيها لا شيطان ولا كيما هذاك اللي روحوا قال كيروحوا يحجوا اسمحوا لي ولا نورمالمون يجيني الضحك انايا، هي حوايج كيما هذو ما يضحكوش. لو ميور هذا اللي الحيط هذا اللي مدايرينو في الحج اللي في السعوديه، ما عندهم قرون وما يضربوا فيه بالحجر، دوكا ولاو جاوا لي زامريكان وسعوه وسعوا لهم الحيط هذاك، قال لهم هاو الشيطان كبير خلاص، يضحكوا عليهم يتمسخروا بهم ويروحوا يهزوا حجر ويبداو يضربوا فيه، قال احنا نضربوا في الشيطان. الشيطان الشيطان ما يتحركش خلاص، وملي كان شيطان حجره صغيره عيطوا للسعوديين عيطوا للامريكان داو الحيط هذاك بناوه لهم ولا كيما قال لهم يا اوليكم شيطان اضربوا الله يسمحوني والله. دونك الناس يحسبوا باللي كيما قلت لكم المراه مسكينه ردوها فيها هي كل شيء، هي السبب نتاع الوغ كيما قال واحد المراه هي الاخت هي الام هي الخاله هي في كل حاجه، الام هي اللي دير كل شيء. ديجا انت بعد يا محمد يقول بلي المراه هي اخت الشيطان، اي كون ماهيش المراه انت ما تكونش انت ما تجيش في الحياه خلاص.
هي اللي تعبت عليك هنا في مواقع فاش باش تجيبك ومن اول كنت تسميها شيطان كما قلت لكم. والشيطان الو شكون الشيطان؟ اكزيست با الشيطان، هما الناس اللي يديروا العنف ولا يضربوا الناس ولا يسرقوا الناس، هذوك هما الشواطن، هذوك هما الشواطن. وانا اللي هنايا هيا اعطيوني ترش خطره واحد لقى شيطان يدور ولا الشواطن هما لي زاد خيمان سيتو، الناس لي زاد خيمان اللي يديروا في الشر. كما قلت لكم الناس لازمهم ودولة ثانية كيف كما قلنا في الفيديو السابق اللي درناهم الاختلافات، لازم الدولة حتى هي تحبس كي اسمه تحبس هذا الكود دو لا فامي، هذا تحبسو باسكو ما يجيب والو. ولازم الناس تعرف باللي المرأة راه كيف هي كي الراجل، كي هي كي الراجل، ما كاينش فرق بين المرأة وكاين الراجل. كيما المراجل اللي يحب يحوس المرأة تحب تحوس، كيما الراجل اللي يحب ياكل المرأة تحب تاكل، كيما حتى كي يروحوا ساعة حتى في انا ندوخنا حتى في مساكن في ميراث المرأة مسكينة حقروها يعطيو لها ثلث كيما يقولوا هما، علاه علاه نورمالمون هي اللي تدي كلشي نورمالمون، خاطرش هي كيما تقولوا انتوما سيتون مرأة مسكينة ما عندهاش نو، حتى هي لو كان جاو المرأة ما تدي والو، كون جاو. على كل حال ما نطولش عليكم بزاف، ان شاء الله نزيدو نرجعو في كاين فيديو اخرى، نقول لكم تصبحوا على خير وقيم في الهنا. Thank you.